في مجتمعنا المعاصر فتن كثيرة وعقبات أمام الدعاة لتحقيق وجود المجتمع المسلم، فالشرك بصوره المتعددة والبدع والأوهام والخرافات كثيرة، بل يروج لهذا وذاك أناس يلبسون ملابس العلماء قد تولوا زمام الفتوى للمسلمين، يفتون بالهوى والضلال وما يسير أهواء الناس وحكامهم إلى آخره. فهل طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالتوحيد أولا ثم بعد ذلك أمور الشريعة أمرا واجبا، أم يجوز للمسلمين اختيار أي طريق آخر في الدعوة إلى الله في مواجهة هذه الفتن وما يحيط بهم من أعداء يتربصون بهم الدوائر من كل مكان؟ الداعي إلى الله له حالان، حالة يكون فيها مع الكفرة المعلنين الذين لا يسمون إسلام مسلمين ولا ينتسبون للإسلام، كأن يكون بين اليهود أو بين النصارى أو بين الشيوعيين أو بين من لا دين له. هؤلاء يبدأهم بالتوحيد، يبدأهم بدعوته إلى توحيد الله والإيمان بالله ويعرفهم بالله بأسمائه وصفاته ويدعوهم إلى أن يخلص له العبادة وأن يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول قبل كل شيء، لا يكون لهم الصلاة ولا الصوم ولا غير ذلك، ولا ينهاهم عن الزنا ولا عن الخمر ولا غير ذلك. يبدأهم أولا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله، إذا بدأ الناس مكة بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لما بعث الدعاة كان يأمرهم بهذا، ولهذا لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال فإن ما جابوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى عنهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فجعل الصلاة بعد الاستجابة للتوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على الدعاة في بلاد المشركين، أن يبدأوهم بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا أجابوا لها وحدوا الله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بعدها ما ينتقل معهم إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وفروع الإسلام. أما إذا كان بين قوم يدعون الإسلام ويقولون أنهم مسلمون ويظهرون الإسلام، فإنه يدعوهم إلى كل ما ينفعهم. إذا كان عندهم شرك نحذرهم من الشرك، إذا كان عندهم ترك الصلاة نهاهم عن ترك الصلاة، إذا كان عندهم دخل بالزكاة نهاهم عن دخل بالزكاة، إذا كان عندهم محرمات أخرى كشرب الخمر أو تشاهد الزنا أو ما أشبه من المعاصي حذرهم من ذلك، لأنهم مسلمون يدعون الإسلام، فلا بد من إيضاح الأشياء التي وقعوا فيها من الشر، ولا بد من إنذارهم منها وبيانها لهم حتى ينتبهوا وحتى يعودوا لإسلامهم وحتى يفوزوا بأحكام الإسلام. فلا يمنعه، لا تمنعه الدعوة إلى التوحيد من أن يدعوهم إلى ترك الزنا وترك الخمور وترك الفواحش الأخرى وترك الكذب وشهادة الزور والربا وأشباه ذلك. فهو يدعوهم إلى الله لهذا ولهذا حتى تكون دعوته لها أثر فيهم، ولا سيما إذا بدأهم بالصلاة وإشياء التي يعرفون أنها من الإسلام وأنهم وأن الإسلام يأمر بها حتى يطمئنوا لدعوته حتى يأنسوا به. فإذا دعاهم إلى الشيء المعروف لا يجهلونه ولا ينكرونه، تدرج معهم إلى تنبيههم على ما أخطأوا فيه في العقيدة وبصرهم في العقيدة بعد أن يثقوا به، بعد أن يطمئنوا إليه وأنه يأمرهم بشيء معروف عندهم أنه من دين الله وأنه من الإسلام، كالصلاة والزكاة والصيام والحج مع الاستطاعة، بر الوالدين، صلاة الأرحام، الصدق في الحديث، ترك الربا، ترك الشريقة، ترك الخمور. هل يعرف العامة، يعرف العامة أنها من الإسلام وأنها دين. فإذا كان الداعية أمرهم بهذه الأمور ونهاهم عما حرم الله عليهم بالأسلوب الحسن بكلمات طيبة بالآيات القرآنية بالأحاديث النبوية اطمأنونه، فعند هذا ينبههم على ما قد وقعوه من الشرك في القبور أو بغير هذا من أنواع الكفر التي يقعون فيها. لا يبدأهم بهذا وهم قد غرقوا فيه ويرون أنه دين، فعند هذا يصحون به ويتكلمون عليه ويقولون ما يقولون، وهابي يبغض الأنبياء يبغض الصالحين، فعند هذا لا يسمع منها قليلا ولا كثيرا، لأنهم قد يشربوا الكفر وقد استقر في قلوبهم من دعاة الباطل ومن دعاة الشرك. لكن يبين لهم الأول الشيء اللي يعرفونه من دين الإسلام، لأنه يعني ينتسبون للإسلام، فإذا اطمأنوا إليه وعرفوا حديثه وعرفوا نصحه
بعضهم ما يقول لهم من آيات الله وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا يتدرج معهم بأسلوب واضح بأسلوب مطمئن ليس في عنف ولا شدة حتى ينتبهوا لأنهم جهال قد يشربوا الكفر قد عاشوا فيه من دعاة الضلالة ومن يثقون بهم ويدعون أنهم علماء فلا بد من الرفق بهم حتى يطمئنوا وحتى يعرفوا الحق على بصيرة وعلى هدى بأساليب لينة لا في ليس فيها عنف ولا تكفير بل يقول لهم هذا كذا هذا حرمه الله هذا لا يجوز بعث الله نبي إنكار هذا أنكره على المشركين ولا يقول أنتم كفار في أول مرة لا يبادرهم بهذا بل ينبههم على أخطائهم وأغلاطهم. الأخر جاب 1000 ريال الآن نصهم لأفغانستان نصهم المتضررين نجاة في بعيدهم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.